كما سيكون لي في نفس السياق لقاء مماثل مع بعض المقاولات التي تشرف على برنامج السكن العمومي الإيجاري يوم السبت المقبل. طبعا عندنا إحصاء كذلك، هذا اللي يهم النواب الآخرين، بالنسبة للألبيان هذا اللوجمون السوسيال فيه تأخر كذلك. إن شاء الله عندنا على الأقل 18 ولاية فيه تأخر، يكون عندي لقاء مع المقاولات وتكون فيه قرارات إما فسخ إما إعدام إما إعادة بعث إما. هناك صيغ أخرى للسكن المدعم تتماشى ودخل كل فئات المجتمع لا تزال قائمة، وخاصة بمشكل سكنة عدن. أوضح أن قرار فخامة رئيس الجمهورية أن كل من دفع له فيه لازم نوفر له سكن من خلال التموين ومن بعد الإنجاز. نظن هذه أول احترام للمواطن اللي دفع. على سبيل المثال، إن الميزانية المخصصة لمختلف برامج السكن العمومي الإيجاري، نتكلم على هذا النمط البيان، منذ 1999 في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فاقت 43 مليار دولار، حيث تم إسكان في هذه الصيغة لحد الآن ما يقارب 1,141,113 عائلة، وسيتم إسكان حوالي 396,168 عائلة تدريجيا إلى غاية سنة 2019. ويقدر عدد الطلبات المسجلة على مستوى البلديات أكثر من 330,000 طلب.